كل مشاهدينا الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج النيل اليوم. رحبوا في البدايه ورحب بزملائي اليوم. اهلا ايمان. اهلا بك يا ندى. اهلا سلمى. اهلا بك يا ندى. ونبتدي حلقه اليوم مع موجز الاخبار الاسبوعيه مع زميلتي سلمى. مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم واليكم اهم عناوين الاخبار. اللواء مهندس محمد احمد مرسي يؤدي اليمين الدستوريه وزيرا للانتاج الحربي. مسؤول بالصحة: تجاوزنا الذروة ولقاح كورونا سيخرج للنور أكتوبر المقبل. خروج 31 حالة من مستشفى العزل بإسنا جنوب الأقصر بعد تعافيهم من كورونا. رئيس الوطنية للانتخابات: في طريقنا للتصويت الإلكتروني وسنبدأ ببعض المحافظات. وزيرة التخطيط تناقش مشروع قانون التخطيط العام للدولة أمام لجنة الخطة والموازنة بالنواب. انطلاق الدورات التثقيفية لأئمة الأوقاف حول مواجهة الإرهاب الإلكتروني. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يطمئن على صحة أمير الكويت عقب إجرائه عملية جراحية. وإليكم تفاصيل أخبار نشرتنا. أكدت مصادر أن اللواء مهندس محمد أحمد مرسي قد أدى اليمين الدستورية منذ قليل وزيرا للإنتاج الحربي أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلفا للفريق الراحل محمد العصار والذي توفي في 6 يوليو الجاري. وشغل اللواء مهندس محمد أحمد مرسي منصب أمين عام الهيئة العربية للتصنيع، وعمل مساعدا للوزير الدفاع ومديرا لسلاح المركبات بالقوات المسلحة قبل أن يترقى لمنصب مساعد وزير الدفاع ثم أمينا عاما للهيئة العربية للتصنيع. قال الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة إن مصر من أوائل الدول التي أبلغت منظمة الصحة العالمية عن ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا، عندما كان يطلق عليها التهاب رئوي غير معلوم المصدر. وأضاف الدكتور محمد عبد الفتاح خلال لقائه ببرنامج هذا الصباح المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز أن هناك انخفاضا بصورة ملحوظة في عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر، مشددا على ضرورة استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة. وأكد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي أن مصر في مرحلة انحسار الوباء، ولكن الالتزام هو طريق النجاة لنا في هذه المرحلة، منوها أنه يتم العمل على إنتاج اللقاح متوقعا أن يكون المصل متوفرا في شهر أكتوبر. أكدت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام مستشفى إسنا التخصصي خروج 31 حالة من المواطنين المصريين المصابين بفيروس كورونا بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة والدعم النفسي داخل المستشفى. وأكدت الدكتورة إلهام أن من بين حالات الخروج حالتين كانوا في الرعاية المركزة، وأيضا 11 حالة لكبار السن فوق 65 عاما، ليصل إجمالي التعافي والخروج النهائي إلى 1033 حالة حتى الآن، وأكثر من 16 عملية ولادة قيصرية. كشف المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقد موعد استحداث عملية التصويت الإلكتروني في الاستحقاقات الانتخابية، موضحا: الموضوع خطير وشاهدت تجارب عديدة وأرى فشلا يحدث فيها، وقررنا الاستمرار على التجربة الورقية حيث إن هناك دولا اتجهت للتصويت الإلكتروني وعادت للورقي، وإن شاء الله في طريقنا للتطبيق التصويت إلكترونيا وسنبدأ ببعض المحافظات. وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كل يوم الذي يقدمه خالد أبو بكر على شاشة أون إن المقيدين انتخابيا 63 مليون مواطن مصري، وقواعد البيانات في مصر دقيقة جدا. وحول استعدادات الهيئة لتصويت المصريين بالخارج قال إن هناك تنسيقا تاما مع وزارة الخارجية، ويتم وضع ضوابط عمل القنصليات والسفارات، مضيفا: السفير في هذه الحالة يقوم بدور القاضي. ناقشت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالأمس مشروع قانون التخطيط العام للدولة أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،
وقالت الدكتورة هالة السعيد إن مشروع القانون يعزز من قدرة الوزارة على القيام بوظيفة المتابعة والتقييم للخطط والمشروعات على المستويين المركزي والمحلي، كما يجعل الوزارات والجهات التخطيطية على المستويات المحلية تقدم تقارير المتابعة للمشروعات بشكل منتظم يضمن تعزيز الكفاءة والفاعلية، كما يعطي الوحدات المحلية الحرية والمرونة اللازمتين لتنفيذ هذه الخطط، ويشجعها كذلك على تعبئة المزيد من الموارد المالية وتوجيهها للمشروعات الاستثمارية التنموية. تطلق وزارة الأوقاف بداية من الجمعة القادمة الموافقة 24 من يوليو الجاري عددا متتابعا من الدورات التثقيفية حول مواجهة الإرهاب الإلكتروني، ومن المقرر أن تبدأ الدورة الأولى بمعسكر أبي بكر الصديق بمحافظة الإسكندرية يوم الجمعة 24 من يوليو لعام 2020 لنحو 50 إماما وتستمر لمدة يومين. يأتي ذلك مع ضرورة مراعاة اتباع جميع إجراءات التباعد والاحترازات الوقائية من الدخول بالكمامة والالتزام بها وترك مسافة لا تقل عن متر ونصف بين كل مقعد وآخر، وتعقيم المكان قبل بداية الدورة وبين كل محاضرة وأخرى. اطمأن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمس على صحة سمو أمير دولة الكويت، وذلك عقب إجرائه لعملية جراحية ناجحة، وأعرب السيد الرئيس عن خالص تمنياته بموفور الصحة والعافية له، صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. ونرجع مع زمايلنا في الاستوديو نكمل موضوع حلقتنا. نشكرك سلمى، وبعد ما خلصنا فقرة الأخبار الأسبوعية نطلع فاصل صغير. ورجعنا لكم تاني من جديد ونبتدي حلقة النهاردة. التعصب هو الإيمان والاعتقاد فوق سياق معين، فرد أو مجموعة أو كيان أو دين أو فكرة على سياق آخر، وبمعنى آخر التحيز والتميز والعداء الموجه ضد الآخرين لأنهم من مجموعات اجتماعية مختلفة. التعصب شعور داخلي داخل الفرد يجعل الإنسان يتصور أنه على حق وأن جميع ما حوله على باطل، ويقوم بإظهار هذا الشعور على شكل مواقف وممارسات متزمنة، ويقوم بإظهار هذا الشعور كاحتكار كمثل احتكار الآخرين. والتعصب الرياضي بشكل عام هو مرض الحب الأعمى لفريق أو جهة رياضية معينة، وفي الوقت نفسه هو مرض الكراهية العمياء لفريق المنافس وأنصاري وتمني الضرر لما يتعلق بالنادي الخصم. فالشخص المتعصب رياضيا يحب ناديه المفضل محبة مبالغ فيها تجعله يغفل عن الحقائق، وقد يتنازل عن كثير من المبادئ التعامل مع الآخرين بسبب تعصبه الزائد لناديه المفضل. طبعا يا ندى عارفين ان التعصب الكروي بيشغل ناس كتير جدا، وخصوصا في الفتره اللي فاتت شفنا كميه تعصب جدا من بعض الناس اللي بتنتمي سواء نادي او سواء منتخب، بيكون في تعصب جامد جدا بين الفريقين، وخصوصا هنا في مصر يشمل اربع فرق دايما بتكون ليها تعصب في الكره جدا. عندك مثلا نادي الزمالك جمهوره متعصب جدا، نادي الاهلي بيكون ده الفريقين الاوليين اللي في مصر بيكون لهم تعصب جامد جدا جدا في هنا في مصر، بعديهم بيليهم جمهور المصري وجمهور الدراويش طبعا الاسماعيلي بيكون جمهورهم متعصب جدا، غير ان هم بيحصل منهم حاله شغب جدا، وهنا في مدير بيرتكبوا اخطاء كتيره جدا وحاله شغب بين الجمهورين سواء بقى كحبهم لنادي او كحبهم للمنتخب، وبيحصل حاله جدا من التعصب بتؤدي للعنف وال اكيد يا شغب بين الجمهورين في النادي. بالظبط يا ندى، وزي ما كلنا شايفين وبيحصل طبعا. عندنا كان في 2016 حصل شغب كبير جدا هنا في مصر وبين الفريقين الاهلي والزمالك برضو. ايوه كمان محدش يعرف نشأة ظاهرة التعصب الكروي دي امتى او الى متى اي زمن ترجع، ولكن اول حالات التعصب المعروفة في رياضة كرة القدم الحديثة كانت خلال الثمانينات القرن التاسع عشر بانجلترا. طبعا يا ندى كان في فترة من انصار الفريق اللي كان بيعتمد على تخويف الحكام وتخويف المشجعين اكيد واللعبين. طبعا كان بيخوف اللاعبين جدا وبيخافوا خصوصا الحكام، لما الحاكم يحكم
لفريق ضد فريق، زي ما بيقولوا بقى بيبقوا راشين الحاكم او حاجه زي كده، ممكن في الفريق بينزل احد المشجعين بيبوظ الماتش عليهم. طبعا بيحصل في اوروبا كتير جدا جدا، ف في تعصب جامد يعني في الكره، وهم فاهمين طبعا تشجيع الكره غلط، ايا كان خاسر او فايز بيحصل تعصب بين الطرفين. ده غير ان في بعض المشجعين بيقولوا الفاظ خارجه جدا في الماتشات، وبيحصل حاله شغب كبيره جدا بين الجماهير وبين اللعيبه، برضو بيحصل حدوث في داخل الملعب نفسه، بيكون في تعصب، ما بيكونش في روح رياضيه طبعا بين الجماهير. ايوه الشخص بقى طبعا متعصب لنادي الخاص. اسباب التعصب، من اسباب التعصب التي قد تؤدي الى نشوء حاله من التعصب الرياضي عند الافراد منها الاسباب المتعلقه بالجمهور الرياضي، مثل التصرفات التي تسيء الى رابطه الجماهير في الانديه، وتنشئه الاطفال على التعلق بنادي معين اللي هي الانانيه وعدم قبول الراي الاخر او تقبل النقد الايجابي، ونقص الثقافه الرياضيه لدى العديد من المشجعين، وقله وجود القدوه بين الاداريين والرياضيين في الانديه، وحب ايذاء الاخرين واستغلال اللقاءات الرياضيه لتحقيق ذلك، والحب الشديد لنادي معين وفعل اي شيء من اجل ذلك النادي ويمثل ذلك مدينته او دولته، وحدوث مواقف تاريخيه قد تؤثر على العلاقات بالانديه الاخرى، وكمان اخفاء الروح المعنويه لدى الفريقين والمشجعين لاحد الانديه والمنتخب. وكمان الاسباب المتعلقه بوسائل الاعلام، بتزيد وسائل الاعلام المختلفه المقروءه منها والمسموعه والمرئيه حده التعصب الرياضي من خلال التحيز لاحد الفرق الرياضيه والتقصير في دورها. وكمان غير الاسباب المتعلقه بالكيانات الرياضيه، منها عدم تحقيق بعض الانديه الانتصارات والبطولات، وعدم اداء واجب التوعيه واصدار التصريحات الاستفزازيه من قبل المسؤولين في الانديه واتحاد الكره ولجان التحكيم، وتقديم المصلحه الخاصه على المصلحه العامه، وغيرها من الاسباب الكثيره. زي ما قلت يا ندى ان في بعض القنوات بتكون محايده، في قنوات بتطلع محايده لبعض الانديه، بتكون محايده جدا بين الفريقين، بيكونوا جايبين بعض من بعض الفرق، واحد من هنا واحد من هنا، بيكون في حياد جدا للانديه اللي هتلعب ضد بعض. ده غير ان في قنوات ما بتكونش محايده وبتكون بتحرض على ان يكون في تعصب جدا، في كره بين الجمهورين، يعني في جمهور الاهلي وجمهور الزمالك تقريبا اغلبيتهم هنا في مصر ما بيحبوش بعض، في ناس كتير جدا يا ندى بتكره بعض، وفي اصحاب جدا بيخسروا بعض، عائلات جدا بتتفرق بسبب الكوره وبسبب التعصب اللي بيحصل. ده غير ان ظاهره التعصب الكروي دي ظاهره حضاريه سببها الاختلاف في الاراء والانحياز لاي فريق كان. ده غير ان اتجاه الرياضي معين تختلف فيه الاراء، وعاده ما تكون مصحوبة من الاستهزاء والألفاظ الخارجية جدا، سواء في دفاعنا عن فريق كرة القدم. أكيد طبعا يا ندى. كمان ما فيش دولة بتسلم من ظاهرة التعصب الكروي، وكمان زي ما احنا عارفين آخر المشاهد العنيفة اللي حصلت في الدقائق الأخيرة لمباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري، وكان السبب فيها لاعبي الفريقين، وده بعد ما سادت حالة من الفوضى والشغب في ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي الإمارات، وتحولت الأجواء من الأرواح الرياضية الى اشكال التعصب الكروي في مصر. وما ننساش يا ندى برضو ان في 2016 شهدت مصر كاس مصر، طبعا كان اندلاع ازمات اعتراض لاعبي الزمالك على تدخلات شوقي السعيد، طبعا هو كان احد من افراد العائله الملكيه نادي الزمالك، كان طبعا في المباراه، كان نتيجه المباراه حدوث اشتباكات عنيفه جدا بين اعضاء الفريقين، ده غير ان هم حصل اشتباكات جدا بين الفريقين، و وحصلت احداث عنيفه جدا. وده غير ان كان في 2015 حصل اشتباك جدا بين لاعبي الزمالك والاهلي، وده كان بسبب وقوف رمضان صبحي طبعا على الكوره، وحصل طبعا ابن النادي اكيد طبعا. والله يا ناس احنا كنا لسه بنتكلم عن الحياز والانحياد وكده، ف كمان في سلبيات للتعصب اكيد، في ايجابيات كمان اكيد يا ندى، واكيد السلبيات دي طبعا كلنا عارفين ان الكره ليها سلبيات كبيره جدا، ده غير ان حب بسبب كده بيكون حب النادي من سلبيات التعصب، بيكون كشخص بيكون محايد لفريق واحد بس بيكون منحاز ليه جدا، ده غير ان في ممكن بسبب سلبيات التعصب الكروي
بيحصل اشتباك بين صديقين انهم بيخسروا بعض، ده غير ان انا كنت من شويه كنت بقول ان العائلات بتتفرق بسبب بين اهلي وزمالك، بين مصر واسماعيلي بيحصل اشتباكات جدا، ده غير ان في اسبانيا برضو بيحصل شغب كبير جدا بين ريال مدريد وبين عفوا بين ريال مدريد وبين برشلونه، بيحصل تعصب جامد بين الفريقين، ده غير ان التعصب الرياضي الزائد يسبب كرهك للنادي في يوم من الايام، لو انا منحازه للفريق جدا ممكن اكره اللي قصادي من كتر حبي ليه ومن كتر التعصب الزائد جدا بيحصل كره ان انا اكره اللي قصادي في النادي بكلامي بانحيازي للنادي جدا، بيخلي اللي قصادي ان هو يكره النادي اللي انا بشجعه، ده غير ان في عدم التفكير بشكل عام في الرياضه، يعني انا ممكن اكون منحازه لفريق جدا وفي نفس الوقت لما اكون منحازه للفريق ده ممكن اسب الفريق التاني، فده من سلبيات التعصب، ده غير ان في عدم التفكير بالرياضه بشكل عام والنظر من جهه واحده وهو النادي الذي تعصبت اليه ايا كان الفريق زمالك اهلي. التعصب في الاول وفي الاخر ليك، سواء النادي فاز او خسر مش هيفوز او يخسر بسبب التعصب اللي انت الزايد. أكيد كمان يعني. طبعا زي ما في سلبيات يوجد ايجابيات كثيره، ويمكن حصر هذه الايجابيات بنقطه واحده، ما هي واحد معرفه نقاط الضعف والقوه بالنادي المتعصب له، ولكن ما يقلل من هذه النقطه الايجابيه انك لا تتذكر نقاط الضعف ابدا في التعصب امام الفريق المنافس امام بعض الجماهير الاخرى، والرياضه اختلاف اراء فلا بد من احترام وجهات النظر وعدم السخريه منها، وان كنت شخص خارج النادي او تشجع نادي اخر فلا بد من احترام الراي الاخر. التعصب لك فقط وانت فقط الخاسر في النهايه، الفريق سيفوز او يهزم بالتعصب او غير التعصب. ده غير ان يا ندى طبعا بنشوف ان في بتحصل بعض السخريه في على السوشيال ميديا والفتره اللي فاتت ان في ناس كتير جدا، ده غير ان التعصب كمان يا ندى خلى بعض جماهير الاهلي انها قلت ادبها جدا على شيكابالا طبعا وبالفاظ خارجيه، وطبعا جمهور الاهلي رد سوري جمهور الزمالك رد على الفريقين وبدأوا ان هم ينحازوا وحصل تعصب جدا بين الناديين. ايوه التنمر بالظبط، كان بيحصل تنمر بين الفريقين، وده غير برضو ان في اسبانيا بيحصل تعصب جدا بين برشلونة وريال مدريد، بيحصل تعصب جدا، في ناس محايدة جدا منحازة جدا لميسي، وفي ناس طبعا بعد كريستيانو ما مشي طبعا فريق برشلونه بقى يتمسخر على الريال ويقول لك ان هو الريال بدون كريستيانو ما بتسويش اي حاجه من غير كريستيانو. طبعا السوشيال ميديا هو التطور الخطير للتعصب بين جماهير كره القدم، بيحصل زي ما انت قلتي تنمر وسب وعدم واختلاف في الاراء، وده احسن من ده اكيد طبعا يا ندى، والسوشيال ميديا برضو هي مبوظه بعض الناس كتير جدا، انها بيحصل مشاكل على السوشيال ميديا، بعض الاشخاص بيدخلوا ويشتموا بعض على الجروبات، بيدخلوا بتجات سواء كان من جمهور الاهلي او جمهور الزمالك، بيدخلوا بتجات اذا كان واحد من فريق الاهلي بيدخل بتجات لفريق الزمالك طبعا بيدخل يشتم، ده صاحبه يعمل لده منشن وده يعمل لده منشن وبيحصل تعصب كبير. ايوه انتقادات كتيره. ايوه ندى طبعا الفتره اللي احنا بنشوفها دي. وكده نكون اختصرنا قضيه التعصب الكروي. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم جدا، ويا رب تكونوا استفدتوا منها، والى اللقاء في حلقه قادمه.